بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية أصدقاء الساعة، وهذه سنطبقها على حل اختبار قصير. كل مجموعة تختار ساعة معينة، والمجموعة التي تحل اختبارها حلا صحيحا وبسرعة سأختار الأول والثاني، المجموعة الأولى والثانية. خلاص؟ مجموعة الساعة كم؟ 12. الثانية عشر. عشرة. العاشرة. ستة. السادسة. الخامسة. التاسعة. ابدأ. ابدأ في حال الاختبار، كل المجموعة تتعاون. التعلم التعاوني. اختر قائدا يكتب بسرعة ويكتب إجابات صحيحة. المجموعتين السريعتين ستكسبان. التعلم النشط، التعاوني، الجميع يشارك كما نرى. وعبد الله عنده حماسة، ما شاء الله ما شاء الله. أحسن شيء الإيجابية عند عبد العزيز، ما شاء الله، وريان وسلطان. شارك زملائك يا فهد، ما شاء الله ما شاء الله. متعاونون متعاونون متعاونون. حمس حمس يا عبد الله، حمس. المجموعتان السريعتان ستكسبان. تعال يا مازن، افتح هذا يا مازن حتى نوزع. افتح افتح، نوزع على المجموعات الفائزة كل واحد واحد حتى يكفي. أيوة هكذا، وضع هذه في السلة. يلا يا خالد، وضع الثانية هنا. أيوة هكذا حتى يأخذ الجميع. طيب، نرى مجموعة الساعة السادسة التاسعة. الجميع يتصارعون. طيب الآن جاءني مجموعة أبو بكر ومجموعة علي، مجموعة الساعة التاسعة وأنتم الساعة الثانية عشر. طيب انتظروا، سنرى الإجابات. إن كانت صحيحة سيأخذ الجميع جوائز، كله يرجع مكانه، بس ممثل المجموعة فقط. ارجع مكانه، ارجع مكانه. خلاص الساعة مع الساعة. خلاص، ضيف إزعاج، نترك الصحيحة المعلمة وفاء السماء، علامة استفهام. مجموعة الساعة، مجموعة الساعة التاسعة إجابتها صحيحة. واحد بس الممثل، ممثل المجموعة فقط. اللي هيخرج برا المجموعة كل المجموعة بتاخد صفر. ارجع مكانك، قائد المجموعة فقط. بس خمس دقايق يا استاذ نال، خمس دقايق، خمس دقايق بس، خمس دقايق. تعال يا كرم انت وعبد العزيز، روح للاستاذ نال. طيب الان اخذهم هم اللي وزع، كل واحد ياخذ منكم واحدة وهات الباقي. مجموعة، المجموعة الثانية، مجموعة الساعة الثانية عشر. طيب الباقي اللي بشوفه واقف بيحرم من الجائزة. ارجع معي، روح يا كرم للاستاذ. ضيف ازعاج، نترك شجر. هنا ما في آلة شمسية، دي ما في فيها آلة شمسية، لازم يكون آلة شمسية. الآلة الشمسية لازم يكون ألف ولا. هنا الحي صح، وفاء والشفاء صح، ست شخصيات. إجاباتكم كلها صحيحة ما عدا كلمة شجرة. كيف تكون آلة شمسية وهي ما في فيها ألف آلة ولا؟ ها؟ لازم تعاون يكون. معلش نشوف المجموعة هذه، مجموعة الساعة كم؟ العاشرة. هكذا مجموعة الساعة العاشرة. نرى اللي بيتكلم.
مفرد ضيوف ضيافة ضد هدوء. إجابت دي خطأ ودي خطأ وثلاث اختيارات خطأ. صح 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 كله صح ما عدا الاختيارات صح خطأ. مفرد ضيوف ضيف وضد هدوء إزعاج ومرادف نقرع نترك. طيب ما تعاونتم زين. مجموعة الساعة كم؟ السادس. يا ريان ليس لك دخل به. ضيف إزعاج نترك الزيارة المعلمة فاطمة نطيل. هذه ليست أسماء ممدودة. أنا قلت الاسم الممدود لازم ينتهي بإيه؟ لماذا لم تأتيني بألف وهمزة؟ طيب إذن المجموعة التي فازت مجموعة الأسود الساعة التاسعة يقف هنا. لا خلاص ما ينفع نصور. هذه المجموعة وكان معهم الطالب فه يأكلون الحلوى لأنهم يستحقون الحلوى. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.